لما نزل الوحي على النبي لم يكن بين البشر على الأرض مسلم غيره. زيد ابن عمرو ابن نفيل آخر رجل مات على التوحيد قبل بعثة النبي ب5 سنوات. فعرب الجزيرة العربية كانوا يعبدون الأوثان، وأهل فارس كانوا يعبدون النار، وسائر أهل الأرض كانت لهم أصنام أو أشياء أخرى يعبدونها. فقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام مؤيدا بمعجزات تدل على نبوته، فهو مجدد الدعوة، أي بعد الانقطاع الذي حصل على الأرض. فدخل البعض في الإسلام وجحد بنبوته أهل الضلال الذين منهم من كان مشركا قبلا، كفرقة من اليهود عبدت عزيرا فازدادوا كفرا إلى كفرهم. وآمن به بعض أهل الكتاب اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام عالم اليهود بالمدينة، وأصحمه النجاشي ملك الحبشة وكان نصرانيا، ثم اتبع الرسول اتباعا كاملا، ثم عاش بعد إسلامه 7 سنوات. ولما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم: مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه. رواه البخاري. صلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب يوم مات، أوحى الله تعالى إلى رسول الله بموته. ثم كان يرى على قبر أصحمه النجاشي في الليالي نور، وهذا دليل أنه صار مسلما كاملا وليا من أولياء الله رضي الله عنه. والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.